مرحبا بكم، حللتم اهلا ونزلتم سهلا. نرحب باهلنا واخواننا كبابيش في ديارهم في شرق النيل قريه ابو هشيم. في يوم من ايام الله المباركات اجتمع القريب والداني، وكل ما عدا الله فاني، وأن للإنسان إلا ما سعى، وتبقى الكلمة الطيبة بين الناس أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. واصفح الصفح الجميل، ومن عفا وأصلح فأجره على الله. أولا نشكر كل القبائل التي وقفت معنا وساهمت معنا في هذا الفقد الجلل بوقفتهم الكبيرة بمالهم وبجهدهم وبفكرهم حتى تكلل هذا الصلح أو العفو الذي نحن نبتغي فيه الأجر أولا عند الله سبحانه وتعالى. فمن عفا وأصلح فأجره على الله، ومن كان أجره على الله فلا يحزن. وهذه رسالة نرسلها إلى كل القبائل السودانية بأن تحذو هذا الحذو في مسألة العفو، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما روى الحاكم في مستدركه عن أبي هريرة قال، أو عن أبي بن كعب قال: من أراد أن يشرف له في البنيان وترفع له الدرجات فليعفو عن من ظلمه ويعطي من حرمه ويصل من قطعه. وقال صلى الله عليه وسلم: من عفا من كظم غيظا وهو يقدر على إنفاذه ملأ الله قلبه جوفه أمنا وإيمانا. ونحن في هذه الأسرة نريد من الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلبنا أو جوفنا أمنا وإيمانا، ونبتغي الأجر والثواب من عند الله سبحانه وتعالى. فنحن قد فقدنا هذا الرجل، وليس بعظيم عند الله سبحانه وتعالى وعلى الله سبحانه وتعالى، ولكنه فقد جلل بالنسبة لنا. ولكن عذانا في أننا قد تعرفنا على هذه القبائل وتعرفنا على إخواننا في الكبابيش، فلالميت والمتوفى الرحمة والمغفرة، وللحي التوبة والهداية والتوفيق في حياته. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل الفقيد، وأن يجعل البركة في ذريته، وأن يلهم آله وذويه الصبر وحسن العزاء. كل ذلك ثمرة الحكمة والمروءة والشهامة والخلق الحسن الذي جمع بين قبيلتي الحسانية التي تمثل أسرة أولياء الدم وقبيلة الكبابيش التي جاءت من شمال كردفان بغرض العزاء. ورحبت بهم نظارة الحسانية والكواهلة، وذهبوا لأكثر من قبول العزاء بل العفو التام لوجه الله تعالى، مع صالح الدعوات للفقيد بالرحمة ولأهله بالصبر والسلوان. حقيقة الواحد بيشكر كل الحضور، وبخص بالشكر الخلفاء والشيوخ أهل القرآن، لأن هذه المنطقة زي ما قال أخونا عمر عبد الرحيم قال: أهلا للكواهلة، أهلا للجميلية والكواهلة، يعني بيعفوا. هذا ديدن المنطقة كلها، لأن فيها صالحين وفيها أولياء وفيها قرآن. ولو نظرنا للمنطقة دي بنلقى كل الصالحين جلهم في شرق النيل. يعني هذه المنطقة ربها راضي عليها سبحانه وتعالى، لأنه يعني أنبت فيها هذه الشعب الصالحة، وقاموا القرآن وقاموا الخلاوي وعلموا الناس. ولذلك العفو والفضل كله نحن لأنه قريناه في القرآن وفي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك الله سبحانه وتعالى في حديث قدسي قال: من لم يرضى بقضايا ويصبر على بلوايا فليخرج من أرض من تحت سمايا فليشوف له ربا سوايا. والله ما لنا ربا غيرك يا الله، ولا أرضا غير أرضك، ولا سماء غير سماءك.
فمن هذه المعاني وهذه الأحاديث والقرآن نحن يعني ندف دائما للعفو. وإن كان الغصاص زي ما قال أخونا حمدته، الغصاص هو فيه برضه فيه يعني فيه جاو فيه سد للذريعة، ولكن العفو أفضل. نحن حقيقة مش الحسانية برضه بيعفو، كل المنطقة دي، كل المنطقة العربية في شرق النيل وفي غرب النيل، أنا ما أدرس كل القبائل، لكن القبائل العربية كلها العفو ده عندها ما في كلام، بيعفو لوجه الله سبحانه وتعالى. ولذلك يعني نحن بنشكر كل الحضور، والله حقيقة يعني قدر ما نتكلم في الحضور قدر ما نتكلم في الشيوخ وأخونا المحتمد وشرطته، حقيقة يعني تكبدوا المشاق وجونا من مسافة بعيدة، يعني هذا الطريق طريق بعيد وعر فيه يعني ملفات وفيه وحل وفيه كده، فبنشكرهم ونقول لهم إن شاء الله الأمر في يدكم والأمر قاضي إن شاء الله، ونسأل الله أن توجروا، وأصلا بتوجروا يعني أنتوا جيتوا هنا وفي منطقة وتارين وحيستخلص الناس العفو، فأي زول إن شاء الله بيلقى أجل إن شاء الله. وكان المشهد مصنع الرجال ومبتغى الآمال وعظيم الخصال وأنبل الفعال، ليشهده الحضور الكريم من القبائل المعروفة بمختلف المشارب والعمد والنظارات، نظارة الحسانية والكواهلة، نظارة الكبابيش والبطاحين والجعاليين والشكرية والعبابدة. وجاء هذا اللقاء الكبير في هذا اليوم الأغر بردا وسلاما على كل الحاضرين الذين جاءوا من كل فج عميق. فهذا ديدا أهل السودان جميعا، وديدا أهل شرق النيل، نحن كقبائل في هذه المنطقة قبائل متصاهرة ومترابطة وبينهم الإخاء وبينهم الجوار. هذا الحشد الذي نراه الآن هو يمثل لعدد، إذا لم أقل لكل قبائل السودان، لعدد كبير من قبائل السودان في شرق النيل وفي غير شرق النيل في الولايات الحدودية التي تحادد ولاية الخرطوم. ونحن الآن جئنا بوفد من قبيلة المغاربة في هذه المنطقة، منطقة شرق النيل، لنشارك في هذا اليوم البهيج. ولا شك أن أهلنا الحسانية ليس هذه هي التجربة الأولى بالنسبة لهم، فهي قبيلة اعتادت على العفو واعتادت على الفضل بين الناس. في هذا العام شهدنا أكثر من مناسبة، 2 تقريبا أو تحديدا فيها عفو من الحسانية، جاءوا بمنهج يختلف عما كان عليه أهلنا الحسانية. من المعلوم أن هنالك في مثل هذه الأحداث بتشكل اللجان وبتجتمع اجتماعات عديدة ومتعددة حتى من بعد ذلك يتم الصلح، وفي بعض الأحيان لا يتم الصلح، ولكن المنهج الذي انتهجوه أهلنا الحسانية يأتوا الناس بقرض العزاء ثم هم يقدموا العفو والفضل قبل أن يطلب منهم، وهذه يعني إيجابية، وهذا منهج هو ما بقول قريب، ولكنه يدل على صبر هذه القبيلة ويدل على صبر وعلى وعيها ويدل على وعي قادتها. التقى الجمع الغفير بقدرة المولى القدير من شتى ربوع البلاد في حشد غير معتاد، جمع شمل الأهل والأحباب، وكان لقبيلة الحسانية السبق والمبادرة لفعل الخيرات بالحكمة والصبر والمروءة والشهامة والكرامة والكرم الفياض الذي لا يشبه إلا أهل السودان، وكان معدنهم الذهب الأصيل الذي لا يزيده الجمر إلا بريقا ولمعانا،
وكان ذلك كله معدن القبيلتين الحسانية والكبابيش ليضربوا أروع الأمثال في أصالة شعب السودان، ليتم الصلح العظيم في أمان الله وتوفيقه. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت بجميع خصاله. أهل الكرام، قبيلة الكواهلة، القبيلة المعطاء، الرجال أهل الدرع والسيف، وحبابنا البلهم دائما يلاقوا الضيف، وإنتوا المعروفة فيكم من حد البلاد الريف مخزونة الخريف غض مطر أيها الصيف. ويقول الله تعالى في محك تنزيلي الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. وتحية في هذا اليوم الأقر، اليوم الأبيض الذي جمع بين قبيلتين، قبيلة هن الكبابيش في دار حامد بالغرب، وهن الكواهلة. والتحية أيضا للجنة المنظمة في حقيقة هذا الأمر بهذا الترتيب الجميل، كما سبقني أخونا شيخنا عبد الرحيم والبدر، ما جاء واحد من هنا إلا شبع لحم ومرارة، فده دليل على الكرم. فباسم الخليفة محمد عثمان خليفة الشيخ حسن وتحسون بالإنابة عنه ابن بركات حسن عمر، أسمحوا لي أن أرحب بكل القبائل وبكل الوفد، ونحن في هذه الوحدة، وحدة الشيخ حسن وتحسون، وهم جزء مننا هن الحسانية. ويقولون الصوفية هم دائما هم يعني أهل الشمارة، أهل الشمارة صوفية يظن المقدمة في الكرم في أي حاجة. باسمهم جميعا نرحب الخليفة الطيب الجد الخليفة الشيخ العباس والبدر، والخليفة الشيخ الطيب الغزالي، والسادة خلفاء الشيخ حسن وتحسون جميعا، الخليفة عمر الخليفة خليفة السيال، والمك إبراهيم الكواهل أبو الديق، ودريس محمد علي العمدة لحامدة، محمد الكواهل النيل الأبيض، ومدير شرطة محلية شرق النيل، والسيد المعتمد معتمد شرق النيل، والأمير السيد صالح أمير العبابدة، والشيخ وحبيبنا أبو عشرة، أي زل بيعرف أبو عشرة، عمنا أبو عشرة، والفريق مرقني أكود منظمة الإصلاح والمساعي، ومحمد الهادي عمدة الشايقية، ومنتظر الصيد الناظم منتظر قبيلة البطاحين، أهلي الكواهلة، أسأل ربي أن يجعلكم كالسماء علوان وكالأرض بساطا وكالقيس أينما حل نزع نفع. كان ذلك الصلح المبارك والميمون بين قبيلتي الحسانية أسرة أولياء الدم وقبيلة الكبابيش الذين وفدوا من شمال كردفان قد حقق أشرف العادات والتقاليد بين الأهل والعشيرة في ربوع الوطن الحبيب. وكانت أرحاب الحسانية بقولهم حللتم أهلا ونزلتم سهلا ومرحبا بأهلنا الكبابيش. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أولا لا بد من نحيي أخواننا في قناة الشروق وكل التيم العامل، وجي شرفنا في وادي أبو هشيم في دار الكواهلة والحسانية. ونحن حقيقة يعني هذا اليوم يوم تاريخي، ويوم جمع كل القبائل من كل الجهات، رجالات الإدارات الأهلية بمسمياتهم، يعني ما نفصل عشان ما نقول ده الأمير، ولكن كل الإدارات الأهلية قياداتها حضور معانا هنا، ونحن نشكرهم ونقول لهم كتر خيركم. ونحن حقيقة يعني كان عندنا ولد يعني حصل له يعني قتل من هن واحد من هن الكبابيش، وكانوا طلبوا مننا يجونا للفاتحة، ونحن حقيقة قلنا موضوع الفاتحة ده لازم نربطه بالصلح، العفو لوجه الله تعالى، لأنه يعني السودان والمراحل الجاية تحتاج مننا للوحدة، تحتاج مننا الناس تتكاتف. وهم اللي هن الكبابيش بالنسبة لنا نحن يعني بأن ترابط كبير جدا، يعني حتى في الكواهلة يعني الحبوبت واللم يعني كباشية تلقى بالعكس برضه هناك، يعني نحن بيننا بينهم ترابط قوي جدا جدا. وحقيقة نحن اليوم التاريخي ده نحن شرفونا فيه كل القبائل، والسيد المعتمد معتمد شرق النيل جزاه الله خير، وأخواننا في الطرق الصوفية كتر خيرهم، كل الناس جات وشاركت
مشاركة طيبة جدا جدا، وهذا اليوم نحن نعتبره يوم تاريخي. عبر قناة الشروق نحن نحيي كل الشعب السوداني في هذا اليوم الطيب المبارك، ونحيي كل القيادات، قيادات الإدارة الأهلية بمختلف مسمياتهم، ونحن يعني وحدة صفنا وتبادل الأفكار بريح للضمير ما بخلي نفس حار. محتاج الوطن لنا الكبار وصغار، ومعروف الخلاف بجلب ضياع ودمار. وحدة أرضنا شرقا شمال وغروبا، وفي وسط الوطن لجنوب جبال النوبة، سودان يبقى واحد دم زنوج عروبا، ساند للضعاف ونرجع المنهوبة. يا وطن الشهامة اللي غناك بجيب، فيك أجبار رواسي، فيك فحول النيب. وحدة شعبنا وتسامحه ما هو غريب، كل ما تمشي في السودان تجد ترحيب. وكان الوطن دايرنه يبقى معافى، ننبذ للخلاف والناس جميع تصافى. كم من أمم جلب الدمار بخلافه، ولا توحدوا فاتوا الدول بمسافة. وصيتا مني للغادة وكلاما خاص، الوطن الكبير يبقى الأهم والساس. مبادلة الحوار خطوها فوق الراس، في دول العرب راحت ضحايا الناس، وفي دول العرب شايفين دمار وخسائر. وكم أتم صغار واصبح دليل حاير، نحسب للحساب ما يكون حسابا جاير. تقسيم الأرض هدفا وراه دواير، وفي دول العرب شايفين دمارا حاصل، بحرق من طرف لما الجبان والباسل. وما توحدنا وما تكاتفنا وما صافينا، وبين نهضة بلادنا نواصل، بنتقسم دول بيناتنا تبقى فواصل. يا وطن الشهامة ويا أرض الحضارات والمسيد واللوح، كان أهملنا فيك وين نمشي تاني الروح. نفتح باب حوارك بضمير مطروح، صلح أولاد بلد شين الخلاف مقبوح. وشوفوا العرب الطامة واقع عليها، فقدوا رواح ونار الموية ما بتطفيها. مسألة الجمرة قالوا بتحرق أواطيها، النسا والشيوخ ما عرفوا قبلوا يجيها. الليلة العرب أبشروا بالخير، أبشروا أبشروا. الليلة العرب كتمت عليها سخانة، وفقدوا رواح ودمارا ذاته ما بدانا. ضرب طيران والدوشكة اللي هي بدانا، خلى الناس تجول تجول تجول، ما عارفة لها مكان. عفو نادر، كثير حضرنا العفو وشاهدنا، لكن فعلا عفو نادر، لانه عفو فاتحه في انا واحد، لكن ما كثير على هذا الواجب. فجزاكم الله خير.
أحييكم جميع من كل فج وفيافي، والغيم اللي عليه رؤوس الأكابر كافي. أبو حجول اللغرو الأدرج العنافي يقدل سيده بهيبة وجود الحافي. شمال من وتحزون وصرة السيال لاقتنا البشاشة وهيبة العقال. ضرب المعجزات بأروع الأمثال سووه عليهم تعقد الآمال. بالخير أهل سجاجة العز الزمام مورس ومجدا تليد ومكانة تدرس. أهل الغاهرية سيتا ما بتكرس أهل الواجبات عند العليها تمرس. نيابة عن شمال كافنا وبوادي غروبنا، وصالة عن جميع ما ليه شام في قلوبنا. كان فتشت روسنا وينقفيت دروبنا، يتجسد مغامكم في الضمير وسلوبنا. غربنا كله كافة وكردفان الغرة، زفاكم سلاما جيت بداخل وبرة. كان بتفتش القلب والضمير بينفر، تلقوا كلام اشتقى وشراه مضرة. موادت القبائل وارتباط الناس، بتبني المجتمع وحدة وتلاحم وساس. الغايد الحكيم في أمته ونبراسي، همد الفتنة والخبر اللي بخبط الراس. واتعب الخلافات وقت قعدوا الساسة، قصدها للعقول اللي بينسجوا المواسة. ما قالوا الحليم ساحة العكر بتراسة، ده ما بيمنع الزول من ثباته فراسة. الفارس مو قدر سيفه وحماية روحه، فارس كاظم الغيز اللي بقاوي جروحه. فارس في الصدف منه الجباب رضوحه، لكن انقعد بسحب عوالي طموحه. الجرح في الهالي بخيط العقال، وحسنات الفضل لهل المصيبة جبال. المكتوبة لزول ينقصر وينطال منها، لا مجال شكوى التفادي محال. صعب الانتقام من الشقيق وحدار، وي مراح بضوق من السعي ودار. قصدي كل ما تشرق معين دار، الفانية اللي بتفعل كل سمح وعمار. حومتنا على الدنيا وقعادنا فيها، انطال وينقصر لا بدها نخليها. بتعدي الليام بيمرها وحاليها، حظ التم راويته وصدر ماليها. سفر نسيد وما بيعشم عقب في رجوع، غير عمل الجبيل لا بشيل سلاح لا دروع. كان بيوسعه قبل نهاية الموضوع، يشيد منزله القدام صواب وخشوع. ويا عالم دواخلنا وخفايا صدورنا، حسن الخاتمة وصالح العمل في قبورنا. ترحم حالنا في الدنيا وتيسر امورنا، نمشي كتابنا في يميننا وعفية ظهورنا. بيجمعنا الوطن بإعرافه والقانون، عقب القاسي بيسهل والعقد بتهون. إما بقينا في المحن العوات يقرون، وارد كل أمر ورب كائن يكون. تحت مظلة الوطن اللي بغطي شتاتنا، تكبر قيمة الوحدة وتزيد بيناتنا. يقيننا يكون رفيع سقفه وخيالي ثباتنا، نكبر بتقاليدنا وسماع عاداتنا. السلام عليكم. وكان كرمهم قد أذهل الحاضرين وكل القبائل التي جاءت وآذرت وشاركت، بل وباركت هذا الصلح العظيم. ولسان حال الحسانية يقول: مشكورين، مأجورين، غير محرومين، وحضوركم يشرفنا ويشد من أذرنا، والدار داركم، وأنتم الأهل والعشيرة. والشكر أجزله موصول لكل القبائل والعشائر وعموم النظارات والعمد والمشائخ ورجال الطرق الصوفية ومعتمد شرق النيل ومدير الشرطة ومنظمة المساء الحميدة.
الشامل الكبير في منطقة شرق النيل كلها بين قبيلة أهلنا الحسانية الجميلية وقبيلة أهلنا الكبابيش. وإن دل إنما يدل في هذا اللقاء الطيب المبارك وفي هذا الجمع الطيب المبارك إلا القيم الروحية الكامنة بين إنسان شرق النيل كله بتباينه القبلي. وأنا أقول دائما إن شرق النيل إذا تباينت القبائل فيها تتصاهر وتتكافل وتتصالح، وهذا ما يمثل شرق النيل قيما وأخلاقا. ونقول لأهل قبيلة الحسانية الدميلية بارك الله فيكم وحفظكم وتولاكم، أبرزتم ثقافة، إن ثقافة الصلح بين الناس هي يعني قوله سبحانه وتعالى ومن عفا وأصلح فأجره على الله، هذه قيم روحية وقيم ربانية. ونحن إذ نستشعر هذه المسؤولية نقول لأهلنا عامة وقول لأهلنا الكبابيش مرحب بكم بين في شرق النيل بقبائلها كلها وبين قبيلة أهلها الحسانية. إننا اليوم نرسي ثقافة من ثقافات السودان وثقافات شرق النيل، إن الصلح بين الناس هي قيم لا بد من إساء قواعد لها. وأقول للأهل جميعا إنما يتم اليوم هي دلالة على حسن الخلق ودلالة على التربية النقية الروحية التي تجمع الناس جميعا. نحن نشيد بالحاضرين جميعا حضور، والآن داخل هذا الصيوان وهذا الصرح الكبير تتمثل فيه كل قبائل السودان. إنها أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. كل قبائل السودان الآن موجودة في هذه الساحة الفسيحة، ما في قبيلة من قبائل السودان إلا وكانت حضورا ومشاركة ومباركة لهذا الصلح الكبير. نحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا جميعا وأن يجعل السودان دائما آمنا مستقرا، وأن يجعل الصلح بين الناس هو من قيمنا وأساس قيمنا الروحية والاجتماعية، ونأمل ألا تتكرر مثل هذه المسائل. نحن نسأل الله سبحانه وتعالى ونقول للحاضرين جميعا أسعوا في التعاون في البر والتقوى، ولا تسعوا ولا تنسوا نفسكم بأنكم أن تتعادوا لأن العداوة سيئة. وأنا لابد لي أن أشير هنا حينما يتم الصلح في حضرة الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، حضر رجل كان مهتز في مسألة حصلت له، فقال له المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام اجلس، فجلس، فقال لإحدى الحاضرين وكان كفيف البصر أحكي من أنت؟ قال له أنا يا رسول الله كنت أغنى قريش، وفي ليلة من الليالي وأصبحت فإذا فقدت بهائمي نفقت وأبنائي، وظللت أنظر إلى السماء والأرض، فإذا حاشية هناك قلت أتناولها، فحينما وصلتها قبل أن أصلها فإذا طفل صغير أمامي اختطفه الطفل، اختطفته السبع، ولما وصلت إلى الحاشية عشان أطلعها رفعت خفها فضربتني في وشي ففقدتني بصري، فأصبحت في يوم واحد لا مال ولا بنون ولا بصر، وإنني أحمد الله على ذلك. فالتفت الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام إلى الحاضرين جماعا وللرجل الذي كان يشكو، قال له عندك مشكلة؟ قالوا لا يا رسول الله، إنني عفوت لوجه الله تعالى. قال أشهد أن الحاضرين إنكم من أهل الجنة. الكفيف والرجل الذي كان يشكو هذه الشكوى. وعليه إخوتي إذا لدي وصية أقول لأهلي أن نعمل حسابنا وأن نتعامل في هذه الدنيا معاملة راقية، أن نحل المشاكل بالصلح، والصلح سيد الأحكام. حقيقة اليوم ده يوم كبير، يوم أغر الواحد لأول مرة يحس بأنه هنالك مجتمع تربطه
يعني حاضرة اجتماعية كبيرة متراصة ومترابطة في الأعمال الكبيرة والصغيرة، ولذلك الواحد فخور بهذا الجمع الكبير. وأنا والله كمعتمد لمحلية شرق النيل لأول مرة أشاهد جمع بالصورة دي لأهل مترابطين ومتراصين من أخوان الحسانية والكوابيش والهوائيين وجميع وناس أبو دليق وجميع القبائل الموجودة هنا، الواحد حسبهم أنهم رجل واحد يعني. في هذا اليوم نحن فقدنا أحد أبنائنا من أهلنا قبيلة الجميلية، وكان هذا الحادث حادثا مؤلما لأسرته ولوليداته. لكن يا أخواننا هذا الحادث أصلا ما بيقطع حبل الود بيننا وبين أهلنا في القبائل الثانية أهل الكبابيش، وهذه سنة الحياة وربنا راد له كده. لكن يا أخواننا الصبر، نحن تجلدنا وصبرنا والأسرة الكريمة، وأصبر وما صبرك إلا بالله. ونسأل الله لفقيهنا الرحمة، ونسأل الله لأخواننا الجونة من كل القبائل، كل القبائل والمكون الموجود معانا هنا، نقول لهم كتر خيركم، أشرحتم صدرنا وخففتم علينا من أحزاننا، فلكم منا التحية ولكم منا الشكر. وإن شاء الله يعني إحنا ما نخيب أمل أهلنا الكبابيش الوافدين إليها حيصلون إن شاء الله بعد شوية. إحنا بنقول لهم والله يا أخواننا دي سنة الحياة، ونسأل الله ان يكون ده يكون ديدنا، لانه الناس الاثنين كانوا في الخل، احنا ما عارفين السبب اصلا، ما عرفنا السبب اللي كان بيناتهم، لكن دي رضا ربنا شاء كده انه يكون يا اخواننا في هذا. يعني ان اجل الله زجاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون، خلاص كده يعني. حتى لو ما قتلوا برضه كان باي شيء ثاني كان برضه اليوم حينتهي. ولكن يا اخواننا يجب الناس ان يتجملوا بالصبر ويتحلوا، ونحن والله يا اخواننا بنقول لكم المات ولدنا والحي ولدنا، ونسأل الله لهم المغفره، ونقول لكم كتر خيركم تاني قناة الشروق، كتر خيركم، بارك الله فيكم لهذا الجهد الكبير، وانتم جبتم مسافة اظنها ما في قناة سبقتكم قبل هنا في هذه المنطقة، لكم التحية والشكر، بارك الله فيكم. كان استقبال نظارة الحسانية والكواهلة في هذا اليوم الأغر مشرقا ومشرفا لعموم أهالي المنطقة أبو هشيم الحسانية الجميلية والجبر الله محلية شرق النيل وحدة ودحسونة، وتبودلت أروع الكلمات الصادقة والمعبرة عن روح الإخاء والمحبة لكل الرموز والأعيان. والتحية لكل الحضور الذين شاركوا في هذا الصلح الميمون المبارك، الصلح الذي يشبه أهلنا جميعا. وحقيقة أنا والله يعني بشكر كل القبائل شاركت في هذا الصلح، يعني نشكرهم شكر جزيل، ونقول لهم جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. اللجنة المنظمة، الناس اللي قاموا على العمل ده، وهم يعني زي ما يقولوا الجنود المجهولين اللي ما بيظهروا في الكاميرات ولا بيظهروا قدام الناس، لهم التحية وربنا يتقبل منهم العمل. ونعتبر أن العمل ده يا أخواننا عمل كبير وعمل جليل، وحقيقة أن إحنا كلنا أهلنا في السودان القبائل العربية بتميل للصلح وبتميل للحاجات الكويسة وسط الناس. ونحن حقيقة يعني اليوم ده بنعتبره من الأيام الموجودة في تاريخنا في شرق النيل، في كل لكل يعني نشكر كل قبائل السودان بمختلف فصائلة، يعني بكل قبائل السودان والله. يعني نحن نعلم أن الصلح ده في ناس بيشدوا الرحال من أصقاع السودان المختلفة، من أصقاع السودان المختلفة الناس تشد الرحال عشان تحصل صلح زي الصلح ده. والآن الصلح ده لوحة جميلة ولوحة مشرفة، ونحن يعني مبسوطين جدا والله. وحقيقة يعني نحن نشكر حتى أخواننا معتمد شرق النيل وسادة الموجودين كلهم من الناس الرسميين والشعبيين وأخواننا قيادات العمل ده، نحن يعني بنستجي لهم كل الشكر والتقدير، لأنهم قاموا بعمل كبير وعمل جليل وعمل فعلا بيشبه أهلنا ديل. يعني العمل ده بيشبه أهلنا ديل، ويعني نرحب بأهلنا الكبابيش مرة ثانية، ونرحب بهم مرة ثالثة، نقول لهم حللتم أهلا ونزلتم سهلا ومرحب بكم، والجد دايرين له كله على رأسنا من فوق. سمح بالمكارم ديما حافلة مسيرته، قصد العقل وافر وبيشتغل ببصيرته، المكسور ببين حد كان سليمة جبيرته، السر شد والزول بنعرف من جيرته. أنا عندما أقف هنا أمثل أهل القتيل، قد أهل القاتل قد يستغرب إخواني الحسانية. كثيرا من الحسانية الآن ينظرون إلي وأنا معهم أسكن 40 سنة
في منطقتهم في حجر العسل وفي غرب الجبل. اليوم إن كان هذا الفقد فقد جلل، والموقف ليس موقف شكر، لكنني وقفت هنا لست بأفصح الكبابيش، ولست أكثر متحدثا ولا عالما من بيننا علماء أجلاء كرماء متحدثين، لكنني وقفت هنا لأشعر الكبابيش أني ابنهم وأني ممثلهم وأني ابن الحسانية وأني سأمثلهم وهم يقبلونني. اليوم جئتهم نيابة عن أسرة القاتل. قد يستغرب الناس أني عن أسرة القاتل، هم أهل الكبابيش. أهل الكبابيش عندما قلت كما قال شاعرنا الذي إن سمح له الوقت عبد الله وإدريس يقول أبناء عمومة وخوال وارتباط نسابة قدر ما يبعد الميس قصة على الصحابة. من زمن البذين فوق النحاس والشابة كان عتة المحن قاعدين يزيدوا صلابة. هذه صلابة الحسانية، وهذه صلابة الجمالية، وهذه صلابة أهل القتيل. إننا في هذا المقام الذي ليس له مقام خطابة ولم يكن مقام حديث، والله ما فعلتموه لم يسبقكم عليه أحد، ووالله ما فعلتموه هذا الجمع الذي جاء قليل من كثير يمثل الكبابيش كلهم لسان حالهم يقولون هذا لم يكن من قبل. لم نسمع في التاريخ ولم نسمع في كل القبائل أن القبيلة بين فرعها وفرعها قد يدخل الأجاويد، ما سمعنا بقبيلة نادت قبيلة باسمها قالت يا كبابيش تعالوا إلينا خذوا العزاء وأدوا واجب العزاء وعفونا عنكم. لم نسمع بناس طلبوا أهل القتيل بالعفو إلا الحسانية. وكانت البداية كلمة الشيخ الأستاذ إبراهيم أحمد علي ممثل أسرة أولياء الدم، عبرت وأوفت وأصلحت وتركت الأثر الطيب في حضور قبيلة الكبابيش نظارة التوم حسن التوم والشاعر ود إدريس ومشاركات الطرق الصوفية وزعماء القبائل والعشائر والعمد والنظار. كلمة الأمير الشاعر محمد نور الدايم أمير عموم الكواهلة بولاية الخرطوم، العمد عثمان عمارة، ومن الذين شاركوا الأرباب محمد عبد الله عشرة ممثل منطقة الجعاليين جنوب شندي، الناظر تاج عمر تاج ناظر الكواهلة الدليقاب أبو دليق، الشيخ عمر أرباب ممثل خليفة الشيخ حسن ودحسونة، الشيخ الطيب الغزالي ممثل الشيخ الأمين ودبلة، الشيخ حمدت مختار موسى، الشيخ عمر أحمد طاهر مندوب الشيخ سليمان علي بيتاي خلاوي همشكوريب. ونحن والله جينا وفد من همشكوريب باسم الشيخ سليمان علي بيتاي خليفة الشيخ علي بيتاي خلاوي همشكوريب أن نمثل في هذه الصلح المبارك بين أهل الحسانية قبيلة الحسانية والجميلية أهل المقتول وأهل الكبابيش وخاصة أهل في شرق النيل السادة الصالحين والأقطاب الموجودين في هذه المنطقة أهل البدراب وأهل الشيخ حسن ودحسونة وأهل المغاربة وأهل الجعلين وأهل الشيقية والضناقلة والمحس القبائل الموجودة في المنطقة كلها واللحامدة والسريرية والمغاربة. نحن نشكر كل قبائل في شرق النيل لهذه الديدن وهل البطاحين رأسا نظارة الناظر المنتصر ناظر البطاحين وهم أهل فضل البطاحين وأهل كرم. نشكر هذه القبائل في هذه المنطقة لهذه الديدن ولهذا العمل الجليل وهذا المشهد الذي رأيناه مشهد يشبه أهل السودان ويشبه أهل السودان، ونحن نوصي أهل السودان لمثل هذه الديدن ونوصي أهل السودان مثل هذه المسائل لا تكسر في الناس، إن هذا القتل لا يرضاه الله ولا الرسول. هذه المسائل نحن عايزين الناس تكون بالحكمة ويكون فيها بالعدالة وبالعفو، ونوصي كذلك الدولة أن تهتم بأمر الإصلاح وتهتم بأمر أهل الخلاوي وبأمر أهل الإدارة الأهلية
وبأمر المشايخ والصوفية وأهل الخلاوي تهتم هم غادة هذا العمل الاجتماعي وهذه الأمة الماشية في هذه الأرض هم حماة ورعاة لها. كلمة العمدة سليمان عثمان كاسر عمدة الحسانية بشرق النيل، كلمة السيد عبد المحسن سليمان معتمد شرق النيل، كلمة الأمين عبد الله الرادو الناظر، قصيدة الشاعر عبد الله والددريس ممثل قبيلة الكبابيش، كلمة ممثل الخليفة الطيب الجد خلافة البدراب أم ضوان بان. وكان هذا اللقاء المبارك الذي عبر عن روح التسامح وقبول العزاء والعفو وإصلاح ذات البين، وشكرا لقبيلتي الحسانية والكبابيش، ومبروك لكم هذا الصلح العظيم، وشكرا لكل القبائل التي شاركت، وإلى لقاء. مرحبا بكم، عليكم اهلا ونزلتم سهلا. نرحب باهلنا واخواننا كبابيش في ديارهم في شرق النيل قريه ابو هشيم.